وأمنا وأمنا من لجأ إليك. سادتي سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا هيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي سيدي. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. خلفوني بعدهم ساروا ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي. ولقد وقفت بها وقوف ممله وبمهجتي للوجد قد حزنا يا فرج الله. أبكي بها يا طورًا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأغنى يا دار يا دار أين مضى ذوك أماله بعد الترحل عنك يوم معادي. تبا لها من أمة لم يحفظوا عهد النبي بأهله الأمجاد. يا هادي قد شتتهم بين مأسور ومنحور ومقتول بسيف عنادي. هذا بسامرة وذاك بكرب مأجور مأجور. هذا بسامرة وذاك بكرب وويلاه وبطوس ذاك وذاك في بغداد.
دهر رماني بالرزا يبكي الغالي سيدتي وشتت اولادي عن يبيني وعن شمالي وانا ما اشوف ساحه من الحزن مرتاح واعظم علي لون الناحي سيدتي كل المصائب تهون إلا مصيبة الحزين حزني على أولادي ذبايح شهر عاشور لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور وانا نسيت ضلع اللي بجنب الباب مكتوب يا حسين يا ابني ويا عزيز وقرتك وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام ما من بنية إلا ولله نعمة تحيط بها نسأل الله أن يكتبنا من أنصارهم وأعوانهم وحملة راياتهم ببركة الصلوات على النبي وآله الطاهرين. في رحاب سيدنا أبي محمد مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري نقاط عديدة نتوقف عندها وعند هذا القول المأثور الذي ذكرته في بداية المحاضرة المتوكل أرسل ضابطا في زمنه يدعى يحيى بن هرثمة ليأتي بالإمام الهادي وأسرته في سنة 234 قلت الإمام العسكري كان إلش قد سنتان فقط فاصطحب الإمام الهادي وأسرته وجاء به من المدينة المنورة إلى سامراء إلى سامراء لهذا ارتبط اسم الهادي والعسكري والإمام الحسن العسكري بماذا؟ بسامراء ارتبط ارتباطا وثيقا لأن المعتصم نقل العاصمة من بغداد إلى سامراء وكان له بها 100,000 من المرتزقة فدعيت المنطقة شنو؟ عسكر ولهذا نسب الإمامان لأن هذه المنطقة كانت عسكرية على أي حال فبيت القصيد جاء بالإمام الهادي في سنة 234 إلى سامراء نقطة وكان بمعيته ولده الحسن العسكري وكان للحسن العسكري سنتان ومنذ دخل سامراء وإلى هذه الأيام حيث استشهد في 8 ربيع الأول من سنة 260 يعني 26 سنة من 28 سنة مجموع حياته كلها قضاها بسامراء دون أن يؤذن له بمغادرتها مرة واحدة هاي المعلومة أخذها يعني الإمام من 28 سنة 26 سنة عاشها في الإبعاد في المنفى في سر من رأى في سامرة عاشها بعيدا عن الأهل والأحبة وفي الغربة وموضع الشاهد جاء بالإمام وعلى رغم الحكومات المتعاقبة من المعتز بالله إلى المهتدي بالله هذه في حياته
في مدة إمامته سلام الله عليه، وإلى حكومة المعتمد على الله لم يؤذن له بمغادرة سامراء أبدا، بل فرض على الإمام العسكري أن يحضر قصر الخليفة قصر السلطان كل اثنين وكل خميس. في بعض البلاد يبعد بعض الناس، يبعدون سفروهم إبعاد في نفس بلده إلى مدينة أخرى، هذا كل يوم الصبح بالدائرة الفلانية يروح شنو يوقع حتى يثبت أن شنو ما غادر المنطقة. الإمام فرض عليه كل اثنين وكل خميس أن يحضر قصر الخليفة قصر السلطان قصر الحاكم العباسي حتى لا يستطيع مغادرة سامراء، وهذا ما حصل للإمام الحسن العسكري سلام الله. قول الموالين كيف يتصلون بي، كان بعضهم يأتي أحيانا، الإمام يخشى عليهم من عيون السلطان، قام بعضهم يترقبون مجيء الإمام. انتبه لها الرواية اللي تكسر القلب حقيقة حتى تعرف معاناة الإمام العسكري سلام الله. كان بعضهم ينتظر رواح الإمام إلى دار السلطان إلى دار الحاكم العباسي كل اثنين كل خميس، ينتظر الإمام حتى إذا ما مر الإمام يسلم عليه ويسأل مسألة الشرعية. هذه هم أصبحت خطرا عليهم. مر الإمام أرسل بيد الجارية وبيدها زنبيل وأعطاها قصاصة ورقة. كانوا بعض الموالين ينتظرون، بعضهم الإمام يستعجل معهم، يعني من يمر يمه ما يخلي يسأل، يقول له أعد صلاتك، هو نيته يسأل هاي صلاتي صح مو صح، الإمام ما يوقف هو ويمشي من يمه يقول له أعد صلاتك مثلا أو اغتسل، ما يخليه يوقف ويسأل حتى لا يكون أعين السلطان أو الحاكم العباسي تصطاده. زين، هذيك المرة متجمعين بعض الموالين من الأحبة، وإذا أتت الجارية وبيدها الزنبيل يعني رايحة للسوق للتسوق، أعطت أحدهم القصاصة، شنو مكتوب بها؟ روحي فداك يا أبا محمد، كاتب أله لا يسلمن علي أحدكم. أنا اليوم هسه دا أروح القصر الخليفة مو أحد يسلم، انتبه، ألا لا يسلمن علي أحدكم ولا يشير إلي بيده. احنا بعضنا من بعيد شو نسوي؟ تشير بيدك. ألا لا يسلمن علي أحدكم ولا يشير إلي بيده ولا يومي إلي برأسه فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم من أعين السلطان. أكو رقابة، خاف واحد سلم أشر بيده كذا فورا ينسحب يتلو خلاص راح. شوف إيش قد الإمام عانى، إيش قد الإمام عانى صلوات ربي عليه، كيف حافظ على التشيع، كيف حافظ على المذهب، كيف حافظ على أتباعه على أحبابه بأي ثمن بأي شكل. أنت شوف اقرأ القصة، أبو هاشم الجعفري من أصحاب الإمام الهادي والعسكري ويعد من أصحاب بقية الله الحجة المنتظر. لما سجن الإمام وبعدين أطلق سراحه، الإمام كان من سجن صغير إلى سجن كبير، يعني لو هم طلعوا من السجن الصغير هو مسجون بسامراء إقامة جبرية. يقول كان الإمام يرسل إلينا بيد الجارية طعاما، ذاك اليوم أرسل قصاصة ورقة. الإمام استعان بنظام المراسلات في ذاك الزمن للتواصل مع شيعته مع أحبابه، لأن كان التواصل شيء صعب متعب. شوف تطلع الجارية وبيدها زنبيل للتمويه. كذلك أرسل طعاما، ليس المساجين بعضهم أهلهم شي يودوا لهم طعام وصحيح، فالإمام حاط ورقة شنو يكتب فيها مضمون الرواية، يخاطب أبا هاشم ومجموعة من الشيعة المسجونين في سجون الطغاة العباسيين،
ألا احذروا هذا الذي يدعي أنه علوي، فإنه من عيون السلطان عليكم، وقد كتب أخباركم في ورقة في جيبه. هاي الرسالة جوا الطعام، يتبين ساجنين ويام واحد يدعي أنه شنو؟ علوي النسب. من الإمام طلعوه جابوا هذا سجنه اللي يدعي علوي، لأن لو الإمام موجود يكتشفه مو علوي، ابن منه صح لو لا؟ من ذرية منه. الإمام من طلعه سجنه مع أبي هاشم ومجموعة يدعي أنه علوي، أبو هاشم يقول مسكنا أنكر، يقول فمسكنا يده أخرجنا الورقة وإذا قد كتب كل التقارير، قد كتب أنت ايش قلت والحج ايش قال وهذا ايش قال وذاك ايش قال، كاتب بيها كل التفاصيل حتى تعرف كيف كان عهد الإمام الحسن العسكري في تلك الظروف. الإمام تواصل مع شيعته رغم الظروف. أنا بدأت برواية وما قدرت أكملها. الإمام عليه السلام بدأت بهالرواية عن مولانا العسكري: ما من بلية إلا ولله نعمة تحيط بها. كل بلية لابد أكو نعمة من ورائها، هذه عقيدتنا. الله إذا ما ابتلاني ببلاء حتما وراء هذا البلاء شنو؟ نعمة، نعمة. ما من بلية إلا ولله نعمة تحيط بها. البلاء نوع من أنواع النعم. أكو معادلة مولانا الإمام الكاظم يرسمها، يقول: المؤمن ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلاء. معادلة، كل ما إيمانك أكثر بلاياك شنو؟ لهذا أنبياء الله ذاقوا الأمرين. يعني النبي نوح 950 سنة معانا وهالشكل. أنبياء الله كل واحد بشكل، واحد بزوجته كلوط مصحيح، واحد بابنه كنوح وهالشكل، امرأة صالحة بزوجها كآسية بنت مزاحم والزوج منه فرعون، وهكذا الابتلاءات. بل الابتلاءات تشمل حتى الحيوانات، صدقني هاي الغزالة تضع فصيلها وإذا بالأسد عينه تترقبها فينقض على فصيلها يأكل فصيلها، هذا مو ابتلاء، ابتلاء حقيقة، ابتلاء. كل الناس الله جعل في نظام الكون قانونا اسم الابتلاء، ابتلاء. نعم تقول لي احنا والكفار لا فرق، المؤمن حصته في البلاء أكثر، البلاء إليه أسرع، احفظهم أكثر وأسرع. هاي في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن البلاء أقرب إلى أحدكم من المطر إلى قرار الأرض. الأرض المنخفضة أول ما يتجمع فيها شنو؟ المطر. أول ما ينزل البلاء شنو؟ المؤمن. إن البلاء أسرع إلى المؤمن من المطر إلى قرار الأرض. إذن البلاء أسرع. كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، يعني شنو؟ يعني المؤمن حصته في البلاء أكثر وشكل. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ابتلاه. لهذا تشوف الأئمة الأنبياء، عمي الله ما عنده قرابة ويا أحد، الله عز وجل خالق الخلق، هذول قدوتنا، قدوة الخلق. الله يبتليهم حتى إذا مر أحدنا بمعاناة يقول الأفضل مني ابتلي، صحيح لو مو صحيح؟ ابتلي بألوان البلايا، بألوان المتاعب، بألوان المصاعب. ينبغي على المؤمن أن يشكر الله. أقول لك فد رواية خطيرة احفظها عن جدنا زين العابدين،
الإمام زين العابدين عليه السلام إذا تشوف واحد مو مبتلى دائما ضد الرصاص، ما يصير بشيء، لا السيارة تخترب، لا يصير له مشكلة، لا بالدوام، لا بالطريق، لا بالمدلل مدلع، عرف آخرته خربانة، لأن الدنيا الله جعلها دارا للبلاء. هذا واقع. إذا شفت واحد مو مبتلى هذه علامة غير صحية، بل إذا رأيته مبتلى فهذه علامة صحية. اسمع زين العابدين عليه السلام يقول: إني لأكره، الإمام السجاد، إني لأكره لأحدكم، شوف كنت العبارة دقيقة، أن يعافى في دار الدنيا فلا تصيبه المكاره. يقول أنا أكره واحدكم يعيش بالدنيا وما تصيب المكاره، معافى، مدلل، منعم، هاي علامة مو صحية. إني لأكره للرجل أن يعافى في دار الدنيا فلا تصيبه المكاره. المؤمن لازم تصيب المكاره، لازم يتألم، لازم يتضايق، هذا قانون الله جعله في الدنيا. الكل يبتلى، الكل يعاني، الكل يمر بأزمات. الإمام الحسن العسكري له سنتان وذاق مرارة الهجرة والإبعاد والإقامة الجبرية، ولما جابهم المتوكل، كلكم قارين التاريخ أو سامعين، أنزل الإمام الهادي وأسرته خان الصعاليك، جمع الصعلوك. الناس متعودة الضيف المبرز يكرم في قصور الضيافة، في قصور الحكم، لما واحد يسكن في خان الصعاليك كإذلال، لكن حاشا وكلا، سبحان الله، أين العباسيون اللي حكموا سامراء وبغداد و كلهم ولوا؟ وهذه قبة العسكرية بقت. قال المتوكل للإمام الهادي أنشدني وكذا، كان متوقع الإمام يقرأ له أبيات طرب، الإمام قرأ له الأبيات الوعظية، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ إلى أن يقول: فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. يا طالما أكلوا دهرا وقد شربوا فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد لا إله إلا الله. هذا مصيرهم، وهذه قبة العسكريين. روحي فداء. الإمام عند جارية اسمها صقيل، وغلام أسود اسمه عقيد، اسم عقيد، لما دس إليه السم روحي فداه، روحي فداه، بأرض الغربة بسامراء، قلت لك بعيدا عن وطنه، عن مهابط الوحي والتنزيل، بأبي وأمي. الإمام ما قدر يتوضأ، ليش؟ من أثر السم. فوضأه ولده بقية الله، هالشكل يذكرون. يقال حتى لما أراد أن يشرب الماء أخذ القدح يضرب بثناياه، إيده ترعش، شاب 28 سنة يريد يشرب ما يقدر يشرب الماء، ولده يسقيه. بأبي أنت وأمي أيها العسكري، حتى قضيت نحبك في مثل هذه الأيام، غريبا، مظلوما، شهيدا، مسموما بسامراء. أيوة إماما، أيوة
سيداه أيوة حسنا سيدي قضيت نحبك مسموما لكنك شربت الماء مهشكين غسلك ولدك بقية الله الأعظم كفنك جهزك ليلة الجمعة تدري وين نروح أقول له سيدي ولأب نفسي على يا جدك الحسين أيوة حسين أي ما غسله ولا لفاه في كفن مأجور مأجور ما غسله ولا لفاه في كفن يوم طفوف ولا مدو سيدي كفنك بقية الله ابنك أما جدك الحسين فقد سلبوا أثوابه أيوة إماما يا عار بلا ثوب صريعون في الثرى مأجور مأجور عار بلا وابن صريعون في الثرى تحت السنا بك والحوافر مقصد اي لمحته اخته الحوراء زين ورأته على تراب كربلاء على بوغائها الملتئبه رمالها الحاره مسلم الأذواب كأني بآلة يا يمنا يم أخي شلون يا نايم نايم أخي شلون يا عريان عريان ومسلب هدوم وحر الشمس غيار يا رسول يا خويا نروح كل احنا فدايا اخذنا للقبور يا حسين ويا اهي غابة يا خو يا وقعدتنا يا أقول نسافر ويوم يسدون ودي أوصل مصرعك ونجدل ويا لكن إيش بيد لازم يا ليتا خويا لو يقدر السجاد انهض جاني جينا خدك نوسد وبالدمع نغسل طابرا وإنا إليه راجعون ربنا في ليلة الجمعة يسألونكم الدعاء ذو المرضى أكو
سيد في كربة ومحنة يسألكم الدعاء محنة شديدة. إلهنا عجل ثم قرب لوليك الفرج، من علينا بدعائه ورضاه، هب لنا رأفته ورحمته، أرض قلبه الشريف عنا. إلهنا اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلادنا آمنة مطمئنة، الحاضرون الحاضرات، السامعون السامعات، من سألني من سألكم الدعاء اقض حوائجهم، يسر أمورهم، اشفي مرضاهم، استر معايبهم، انصرهم على من ظلمهم يا الله. إلهنا بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.